موجز العاشرة من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم دخلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعها الثالث رغم الهدنة المعلنة والجهود الدولية لوقف القتال وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم السبت غارة جوية وإطلاق نار فيما يتواصل إجلاء آلاف الأجانب من السودان هذا واوقعت الاشتباكات في السودان ازيد من 500 قتيل ونحو اربعه الاف وخمسمائه جريح وفق ارقام اعلنتها وزاره الصحه السبت في وقت يرجح ان تكون الحصيله اكبر من ذلك أقر الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليزاريو إبراهيم غالي تعيينات جديدة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية بيان صادر عن الرئاسة الصحراوية أفاد بأن المرسوم الرئاسي شمل تعيينات على مستوى وزارة الشؤون الخارجية وسفارات الدولة الصحراوية وممثليات الجبهة بالخارج أهمها تعيينات على مستوى مركزية الوزارة والممثلين بالدول والمكلفين بالقارة والسفراء. اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين الاحد المسجد الاقصى المبارك من باب المغاربه تحت حمايه مشدده من الشرطه الصهيونيه. وافادت دائره الاوقاف الاسلاميه في القدس بان شرطه الاحتلال واصلت فرض قيودها على دخول الفلسطينيين للاقصى بما فيهم الوافدون من القدس والداخل المحتل واحتجزت هوياتهم الشخصيه عند بواباته الخارجيه في المقابل اشارت وكاله الانباء الفلسطينيه الى ان الدعوات المقدسيه تتواصل لتكثيف الرباط وشد الرحال الى المسجد الاقصى ومصلى باب الرحمه لافشال مخططات الاحتلال تعهدت بيونج يانغ بتعزيز الردع العسكري ضد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة منتقدة اتفاق القمة الذي عقد هذا الأسبوع بين البلدين بشأن تعزيز الردع الأمريكي الموسع ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية تعليقا انتقدت فيه زيارة الدولة التي قام بها الرئيس يون سيوك يول إلى الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة ووصفت الرحلة بأنها الرحلة الأكثر عدائية وعدوانية واستفزازا وهي رحلة خطيرة بالنسبة إلى حرب نووية وتأتي هذه الخطوة ردا على إعلان واشنطن والذي بموجبه ستشارك الولايات المتحدة المعلومات حول العمليات النووية والإستراتيجية والتخطيط وستنشر الأصول الإستراتيجية بانتظام في كوريا الجنوبية. في باراغواي يدلي حوالي 4.7 ملايين ناخب الأحد بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ويعد كل من مرشح الحزب الحاكم رجل الاقتصاد المرموق سانتياغو بينا والمحامي المعارض المخضرم إيفريان ألغيري المرشحين الأوفر حظا في هذه الاستحقاقات وتمثل هذه الانتخابات أقوى تحد منذ عشر سنوات لحزب كولورادو المحافظ الحاكم الذي يهيمن على السياسه في باراغواي منذ الخمسينيات كما سيختار الناخبون اعضاء الكونغرس والحكام ومن المتوقع ظهور المؤشرات الاولى للنتائج مساء اليوم نهايه الموجز مزيد من الاخبار تجدونها على مختلف منصاتنا الرقميه الظاهره اسفل الشاشه وتاتيكم ايضا في مواعيدها الاخباريه المعتاده على مدار اليوم شكرا لكم على حسن المتابعه